السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم درت واحد الخريجة حبيت نشاركها معكم. خرجت شوية نتسارى، واخا كاين الشتاء، واخا كاين جو شوية مكهرب، في شوية شبيسة شوية فوالا. فمشيت درت زويرة في لاغيف غوش، تخديت شي حاجة لوبتي، مي فرونشمون الناس كما تيقولوا ما كاينش، ما كيحتاموش هذيك لاس ديستانكسيون، ما كايناش. لا بليبار كاينين خارجين بلي ماسك، وفريد ما كاينش. واللي تعجبت بزاف ان يعني في بري مارك الناس دايرين ديفيل سي فريمون امبرسيونون. فان شاء الله غادي نحاول ندير دويره في اكسيو، غادي نوريكم ام تي بو شنو داكشي اللي شريت. واش غادي نقول لكم، الجو شويه يعني بارد، كاين هذيك الشميسه كتخرج شويه، وكيف جو كوميم كيبقى بين وبين يعني حال واحوال. فهكذا يعني اليوم الجو كما تيقولوا ماشي تلهيه، مي الحمد لله طونك ليا هذيك لو بتي سولي، دوك الغيون د سولي صافي بليزير. واخا كاين شويه البرد، وانا خرجت مصيفه دوك ما نقولكمش، حسيت بالبرد جاني. فشويه الصوره كتمشي وكتجي سي نورمال يعني اون فواتور. موعدي معكم ان شاء الله في فيديو جديد، وغادي نوريكم الى مشيت الاكسيو ان شاء الله، غادي نوريكم المنتجات اللي خديت من تمايا والجو كيفاش داير هكذا. السلام عليكم، يا توتالور.